اهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع ان النهارده الطقس يكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وهنلاقي ارتفاع في درجات الحرارة، وبكده الطقس هيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد. ده غير ان هيكون في نشاط للرياح احيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء. دلوقتي خلينا نستعرض نتعرف مع حضراتكم على حالة الطقس بالتفصيل مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، النهاردة الجو هيبقى عامل إزاي؟ هو اليوم مستمر معانا ارتفاع درجات الحرارة، يمكن درجات الحرارة اليوم أشبه كتير بدرجات حرارة الأمس، لكن مستمر معانا ارتفاع درجات الحرارة هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي درجة اليوم. طبعا في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فده بيزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. الطقس خلال فتره النهار هيكون حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، مائل للحراره على سواحلنا الشماليه، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار ومع سطوع اشعه الشمس. خلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل كبير، الفرق بين العظمى والصغرى بدأ يقل ويكون حوالي 10 درجات. الأجواء خلال فترات الليل هتكون لطيفة على أغلب المناطق اللي موجودة في شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل. أيضا اليوم متوقع يكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح حوالي 30 ل 35 كيلو متر على الساعة تحديدا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري جنوب سيناء. نشاط الرياح ده خلال فترة المساء تحديدا في ساعات المغرب هيزود احساسنا بالاجواء اللطيفة الربعية في فترة المساء. احنا طبعا كمان متوقع استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش تماما على حركه المرور وبتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 7 بتبدا الشبوره المائيه في التلاشي واغلب الطرق الرؤيه عليها بتتحسن. طبعا احنا بنقول متوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره. احنا شايفين ان في ارتفاع في درجات الحراره بقاله يومين يا دكتوره بالفعل، هل ده مستمر معانا الفتره الجايه؟ بالفعل يمكن هو مكمل معانا لنهايات هذا الاسبوع، يمكن كمان متوقع يكمل معانا الاسبوع المقبل، وهيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره. يعني احنا اليوم بنقول العظمى 34، مع نهايات الاسبوع هتوصل ل 36 درجه مئويه، بدايات الاسبوع المقبل هتوصل ل 37 درجه مئويه. الاجواء هتكون حاره فتره النهار الى شديده الحراره فترات النهار، لطيفه خلال فترات الليل. هنلاحظ نوعا ما زياده في نسب الرطوبه، يمكن نحس بدرجات الحراره اعلى من اللي احنا دايما بنذكرها بحوالي من درجتين لثلاث درجات بسبب تعرضنا المباشر لاشعه الشمس، لان ده بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، الارتفاع النسبي اللي بدانا نحس بيه في نسب الرطوبه. عشان كده احنا دايما هننصح الساده المواطنين في الفتره تحديدا اهم حاجه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 2 او 3 العصر، دي الفترة اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، فاحنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لو احنا هنبقى موجودين في الشارع دايما معانا غطاء للرأس شمسية أو كاب، تناول المرطبات والسوائل بشكل كافي وبشكل كبير. طبعا كمان احنا ما فيش مشكلة جدا في ارتداء الملابس الصيفية فترة النهار وفترة الليل، إن شاء الله مش هيبقى في مشكلة في نوعية الملابس. واخيرا المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان الربيع لسه فصل الربيع، والربيع دايما معروف بتقلباته الجويه الحساسه. اكيد، كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره في مختلف مدن ومحافظات مصر. القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 20، اسكندرية 28-18، مطروح 26-16، سيوة 34-18، بورسعيد 27-20، دمياط 26-18، الإسماعيلية 34-18، والسويس 33-20. العريش العظمى 28 والصغرى 18، طابة 32-19، كاترين 27-12، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 35-25، الفيوم 35-21، بني سويف 35-20، والمنيا 36-20.
أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 20، سوهاج 37-22، قنا 38-22، الأقصر بتسجل 39-23، أسوان 38-24، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 25-26، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 28. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع بعض درجات الحرارة الموجودة النهاردة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا نرجع عبد الصمد والهدير نكمل معاهم باقي كلامنا. اتفضل يا عبد الصمد. شكرا لك يا منى. شكرا لك يا منى.